Hello everyone, I hope you are fine and doing well. ازيكم كلكم؟ وحشتوني جدا. والنهاردة عاوزة أشارك معاكم حاجة جديدة اتعلمتها اسمها كهوت. الاسم أولا مبدئيا كده شدني جدا، يا ترى ايه ده؟ دين جديدة ولا علم جديد احنا ما نعرفوش؟ فحبيت ان انا ادخل واعرف ده ايه. كهوت ده ابلكيشن احنا بننزله على الموبايل او على اللابتوب بتاعنا. اوكي، بعد ما بتعمل داونلود مكتوب عندك let's start a game. طبعا احنا مش عايزين نلعب، احنا as a teacher احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل كويز للطلبة بتوعنا ونتواصل معاهم بشكل ايه لطيف شوية. ف firstly كده create a Kahoot. لو انا مدرس وعاوز اعمل كويز للطلبة بتوعي ويشوفوا النتيجة بتاعتهم والدرجة تطلع لهم وفي نفس الوقت نكون اتبسطنا وبشكل لطيف جدا، فاول حاجة بيسألني عايز انا نبقى الكهوت عايزين بتاعي كلاسيك، هيكون يعني واحد كلاسيك بس ولا اللي هيلعب مع واحد، او ده كويز لطالب واحد ولا اكتر من طالب بنستعمله بنخليه تيم. اوكي، بعد كده بنختار الشكل بتاع الكويز بتاعي. انا كان عندي فوتو، بيقول لك دراج فوتو، بتعمل دراج للفوتو اللي انت عاوزها. بعد كده انت عاوز الانترفيو، عايز التست ده يبقى ايه؟ مثلا مراجعه لغه عربيه، مراجعه لغه انجليزيه، شعر، بوتري، نوفل، وات ايفر، تكتب الديسكريبشن بتاعه. وعايزه فيزيبل تو ايفري ون ولا بس للكلاس بتاعي؟ حضرتك بتقدر تحدد كل حاجه. وبعدين اد كويستشن، عايز الكويستشن يكون ترو فولس ولا بازل ولا اوبن اندد كويستشن، بتختار. وبعدين نبدا انتر الكويستشن. فانا اخترت اول سؤال مثلا، وطبعا بتكتب عندك 4 اجابات، واحده بتكون الترو والباقيين بيكونوا رونج. خلاص، فانا عملت اول كويستشن مثلا جودي از تراينج تو واز ميكينج، ولا بتختار 4 اجابات بنكتبهم مع الاربع تشويسز اللي عندنا. بيقول لك الكوريكت انسر، بس حضرتك بتعمل التاب ده اذا كانت كوريكت ولا انكوريكت، بحيث ان ايه الطالب وهو بيحل على طول يظهر له النتيجه بتاعته ان هو كوريكت. وبتحدد السؤال ده يتعمل في قد ايه تايم، 20 سكند، 30 سكندز. اوكي، فانت من الاخر كهوت ده برنامج حضرتك بتعمل بيه كويز او امتحان للطالب بتاعك. حضرتك بتختار عدد الطلبه، حضرتك بتختار نوع الاسئله، عاوزها open ended question، true false، complete، whatever الطريقه اللي تناسبك واللي تناسب المرحله التعليميه اللي حضرتك بتعمل لها الكويز. كمان بتحدد 4 اجابات، اجابه واحده منهم بتكون correct والباقي incorrect، بحيث ان يطلع يظهر على طول النتيجه للستودنت هم بيحلوا. اوكي، فاحنا هنا عملنا كمان مثلا for example our teacher said the water freezes, frozen, froze, freezing below zero. تمام، فطبعا ده كان سؤال عملته لطلبه senior 2. هم عارفين طبعا ان الفاكتس هنا بنستعمل معاها freezes، فانت بتدي طبعا تايم للطلبه ان هم يجاوبوا وبيظهر له بلون مختلف الكوريكت انسر، فبتبدا المعلومه تثبت في مخ الطالب اكتر وبشكل ايه very interesting. ده كان question تاني. بعد ما نخلص وبندخل كل الكويستشنز اللي احنا عايزينها بنعمل داونلود للكويز. مثلا انا عملت كويز من 3 اسئله، yesterday Judy will make is making made was making. الطالب بيختار a cake all day long. طبعا الطلبه بتوعنا عارفين ان احنا هنا مع all day long بنستعمل past continuous، هتبقى was making، وطبعا ده واضح عندنا لان طبعا الكوريكت انسر ظاهره بلون مختلف عن the wrong answers. And so on بقى، the little black car belongs with to my boy. كل الأسئلة بتقدر تدخلها وبتدخل الانسرز بتاعتها، وبتعمل بس علامة على التابة اللي الكوريكت انسر، اوتوماتيكالي كده الباقيين بيكونوا wrong answers. طيب ممكن كمان بدل ما بعمل questions complete ممكن اعملها بشكل سلايس. طبعا عادي جدا، بتختار الشكل زي ما قلت لحضرتك حسب المرحلة التعليمية اللي احنا بنجهز الكويز ليها. طيب بعد ما خلصت عايزه اعمل فولدر. عملت والله فولدر مثل صباح سليم اهو. ده كان اول كويز انا اجرب اعمله، وعاوزه اعمل بلاي بقى اشغله تاني. عاوزه اشارك with my friends or with my students it's okay. وادي الديسكريبشن بتاعي ان انا انجلش كويز والكويستشنز اللي انا اخترتها. That's all. طبعا I hope ان انتوا كلكم تعملوا join Kahoot وهتستمتعوا جدا. هتلاقوا فيه فلاش كاردز، practice yourself challenge، في اشكال كتيره جدا ممكن نعمل بيها الكويزز واختبارات للطلبه بتوعنا حسب المرحله بتاعتهم.
وبنحدد طبعا السكور بورد بتحدد درجات كل طالب بيطلع له النتيجه في ساعتها، واحنا قاعدين كل واحد انا اقدر ان انا ابقى معايا الموبايل بتاعي او اللابتوب بتاعي وبعمل الكويز ل 50 طالب قدامي في الكلاس او مش موجودين كل واحد قاعد في بيته، وقدرت ان احنا نعمل كويز في نفس الوقت كلنا طلعت لنا الدرجات في نفس الوقت، عرفنا مستوانا راجعنا كتيتشر بقدر احدد مستوى الطلبه تمام، لان انا اللي طبعا بكون عامل الامتحان. فانا شايفه ان كاهوت is a very very interesting and awesome way to deal with our students. دي كمان طريقه الفليب كارد تمام، بحيث ان هي يبقى عندي كاردز وانا اختار منها، لو انا ما حلتش كويس بيقول لي study again great job، لو طبعا الطالب جاب الفول مارك بيجي له مسج كويسه you completed all flash cards. بعد كده ممكن انا اشيل الكاهوت ده، ببعت اللينك بتاعه ممكن ابعته لكل الطلبه اللي عندي عن طريق الواتساب ماسنجر، ممكن ابعته عن طريق الميل. طبعا انا شايفه ان هو very interesting way. I hope ان انا اكون قدرت افيدكم بمعلوماتي البسيطه اللي على قدي ايه هو كاهوت، ومحدش يستغرب من الاسم. و good luck، وتمنياتي لكم جميعا بوقت لطيف واستماع كويس. Thank you for listening and for watching Mrs. صباح سيف.